كلام مهم أول مرة تسمعه عن السحر، كيف تحصن نفسك من السحر وكيف تبتعد عن شره، وقد تكون مصابا به وأنت لا تعلم، ولكن هناك طريقة سهلة جدا أنا أتبعها لكي لا أفكر نهائيا بهذا الموضوع. حتى يتبين لهم أنه الحق. أن تكون مطمئنا بنسبة 100% أنه لا يصيبك ولن يصيبك السحر أبدا. انظر معي أخي الحبيب، أول شيء يجب أن نقتنع أن السحر موجود وأن الله وصفه في القرآن في مواضع عديدة. سيدنا موسى تعرض للسحر وقال الله في حق السحرة وجاءوا بسحر عظيم، وصفه بأنه عظيم. فكل شخص يقول لك إن هذه القضية تافهة وهذه خزعبلات والعلم الحديث لم يثبت السحر والعلماء في العصر الحديث لا يعترفون بالسحر، ثق تماما أن هذه المعلومات ناقصة. العلماء لا يستطيعون أن يثبتوا أن السحر غير موجود أبدا. العلماء الآن أيها الأحبة ينكرون الله، الأبحاث العلمية كلها تنكر وجود الله. نظرية التطور التي قام عليها العلم الحديث تنكر أن الله هو الخالق، يقولون إن المخلوقات جاءت نتيجة تطور عشوائي بالصدفة حسب قانون الاصطفاء الطبيعي. علماء الفلك يقولون الكون نشأ من دون خالق وتوسع وتطور ولا يعترفون بالخالق. طيب هل هذا دليل أن الله غير موجود؟ لذلك هؤلاء لا يعترفون بالسحر، لا يعترفون بالحسد، لا يعترفون أن هناك عالم من حولنا اسمه عالم الجن. أخي الحبيب، إبليس وجماعته يقبعون أين؟ على الماء، يبعث سراياه ليضل الناس، ليعلم الناس السحر، ليعلم الناس الحسد، ليجعل الناس يكرهون بعضهم بعضا. اليوم تجد المشاكل بين الأزواج، بيوت الزوجية اليوم تزخر بالمشاكل، تزخر بالهموم، بل حياتنا تزخر بالهموم للأسف، إلا ما رحم ربي. لذلك أنت كن من القلة القليلة التي تفوز برحمة الله وتنجو من المشاكل والسحر والحسد والأذى وغير ذلك. انظر أخي الحبيب، سلوك النبي كيف كان؟ لماذا النبي لم يكن يخشى السحر؟ وحتى عندما تعرض للسحر لم يؤثر عليه إلا تأثيرا بسيطا جدا، فقط كان ينسى بعض الأمور. لأنه كان يثق بالله. هناك مشكلة تصيب أصحاب الوسواس القهري والوسواس العادي وغيرهم ممن لديه هذه الوساوس، أنهم جميعا يشتركون في صفة واحدة، هي قلة الثقة بالله. يخاف من الشيطان. الله يقول لنا الشيطان يعدكم الفقر. طيب مخلوق يعدني الفقر، كيف أثق به؟ كيف أخاف منه؟ الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق.
الحياة المطمئنة تأتيك إذا طبقت تعاليم القرآن. الثقة بالله هي مفتاح القضاء على السحر على فكرة. لذلك الله عز وجل عندما أنزل آية الكرسي ليحفظك بها، أنزل المعوذتين ليحفظك من شر الساحر والحاسد، ويحفظك من شر كل شيء، ويحفظك من شر الشيطان، من شر الوسواس الخناس. ما معنى من شر النفاثات في العقد؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ما معنى ذلك؟ يعني أن السحر موجود، وهناك أشخاص ينفثون في عقدة معينة بطريقة معينة ليعملوا سحرا، ولكن هذا السحر لا يصيب إلا الإنسان الذي حقيقة يعني نوعا ما لديه بعد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يقول قائل: هل النبي كان بعيدا عن الله حتى أصابه السحر؟ لا أخي الحبيب، سأقول لكم قضية مهمة. السحر نوعين، انتبه معي. النوع الأول يصيب إنسانا بعيدا عن الله، هذا الذي أنا أتحدث عنه اليوم. والنوع الثاني هو ابتلاء، ابتلاء من الله لينظر هل تصبر، هل تتبع تعاليم الله في العلاج، هل تفقد الثقة بالله. النبي أصيب بالسحر ولم يفقد الثقة بالله صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى جرى عليه السحر ولم يفقد الثقة بالله، ثبته الله عز وجل. فإذا هذا السحر أخي الحبيب قد يكون نوعا من البلاء، انتبه معي. يعني أنا تأتيني رسائل كثيرة، يقول أنا أصلي وأقرأ القرآن وألتزم بالفرائض والسنن وأدعو الله ليلا نهارا، والقرآن صوت القرآن يعمل 24 ساعة في بيتي، على الرغم من ذلك أنا أصاب بالحسد والسحر وأصاب بالهموم وأصاب هذه ابتلاءات من الله. كيف نعلم أنها ابتلاء؟ المقياس بسيط جدا، هو هل أنت تحمد الله أم تكفر؟ هذا هو المقياس. هناك إنسان يمرض فيسب الله عز وجل والعياذ بالله، ويشتم ويغضب ويكفر ويلحد، وهناك إنسان يمرض يقول الحمد لله. كم الفرق حتى نفسيا بين هذا وذاك؟ يعني حتى إنك تجد الإنسان المطمئن الهادئ الآمن الذي يرضى بقضاء الله وضعه النفسي أفضل، وحتى استجابة جسده للعلاج أعلى. إذن أخي الحبيب، ليس من الضروري أن يكون السحر هو نتيجة فقد للثقة بالله، لا، قد يكون بلاء. ولكن معظم من يصيبهم السحر هم من فقد الثقة بالله، الغالبية العظمى. لماذا؟ لأن الشيطان من الصعب جدا أن يتمكن من الإنسان. قد يقول قائل: لماذا النبي سحر؟ هو رسول الله. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوة لنا، قدوة، المثال الذي نقتدي به عليه الصلاة والسلام. النبي تعرض لكل أنواع الأذى، مرض، جوع، بلاء، أذى، شتموه، ضربوه بالحجارة، تعرض لأمراض، تعرض لقلة في المال في الرزق،
تعرض لموت بعض أبنائه صبر، وتعرض للسحر أيضا لكي لا يأتي شخص يقول أنا صبرت أكثر من النبي. لاحظت أخي الحبيب، يعني حتى السحر أراد الله أن يصيب به هذا النبي كنوع من البلاء، ويريك أن كيف هذا النبي صبر على ذلك وحمد الله عز وجل حتى عافاه الله من هذا السحر ليكون قدوة لنا، بحيث أنني أنا عندما أتعرض إلى السحر أو أتعرض للسحر أصبر كما صبر النبي، وأرضى بقضاء الله كما رضي النبي، وأحمد الله كما حمده نبينا عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله وأستبشر أن يكشفه عني كما كشفه عن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا أيها الأحبة ينقلب هذا السحر على الساحر، وينقلب إلى رضا بقضاء الله، ويجتهد الإنسان في قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد وسورة البقرة. طيب، قد يقول قائل لماذا ابتلاني الله بالسحر لم يبتلي فلان؟ يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا سورة البقرة، وقال أيضا فإنه لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وإن الشيطان يفر يهرب، يعني من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما رأيكم؟ الشيطان يهرب. طيب، أنا قرأت سورة البقرة 100 مرة ولا زلت متعب، لا زال رزقي ضيقا، لا زالت الهموم والمشاكل تحاصرني. طيب بالله عليكم، كل مرة قرأت بها سورة البقرة كم حسنة أخذت؟ يعني أنت عينك على الدنيا، الله يريد الآخرة، كم حجم الثواب الذي أخذته ببركة قراءتك للقرآن طيلة فترة السحر؟ طيب اعتبر السحر نوعا من أنواع المرض. النبي ألم يمرض؟ نعم. ألم يصبر؟ نعم. إذن بالعكس، كلما طالت مدة المرض أو السحر كلما زاد ثوابك. يعني أحدنا إذا كان بحاجة للمال ويعمل كل يوم 8 ساعات، تقول له اعمل 10 ساعات وتأخذ أجرا إضافيا، يعمل. اعمل 20 ساعة حتى يعمل مقابل أن يأخذ الكثير من المال لأنه يحتاجه. طيب نحن بحاجة للكثير من الثواب، نحتاج للجنة، نحتاج أن نعيش في حياة آمنة يوم القيامة. أفمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أنا أريد أن أكون آمنا مطمئنا يوم لقاء الله. الدنيا نستطيع أن نصبر عليها. لذلك أخي الحبيب، أريد منك أن تثق بالله. كلما أصابك سحر إلجأ إلى القرآن. إذا تأخر الشفاء اعلم أن الله يريد أن يعطيك المزيد من الأجر فلا تحزن، يريد أن يكافئك أكثر، ولكن إذا عافاك وتركك ربما تلهو كما يلهو آلاف الناس من حولك، ربما تطغى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى يطغي، يتكبر. هل رأيتم غنيا يقف على باب فقير؟ لا يقف، ينتظر الفقير أن يأتي لعنده. نبينا كان يذهب إليهم. نبينا والأنبياء جميعا قال الله في حقهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات،
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لذلك الصحة والمال والرزق والعافية وكثرة الولد وكثرة الإمكانيات ليست دليلا على محبة الله، بل البلاء مع الصبر هو دليل على محبة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الفائزين برحمته ورضوانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.